ريحان ستوديو يقدم لكم هذا المادة. سورة العصر مكية مكة آية نسيدا أمو سديه ترتيم نسيدا سورة دبا في صدفات. يقول الله عز وجل ربك جو. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أبكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقبا إيقل لمقى ربي قاريته تيني. يقول الله عز وجل ربي كجو والعصر جاي والعصر جروم ومكيات كخدجا تكاهو قياق مبودات كخدجا تكاهو زمن قم بودات كهدجا إن الإنسان جنسي وأنمته خسارة دنيا آخرات التجرجا نما وأفرقب مليجا جج والعصر والعصر جرو محمد كهد تكاهو قيا قم بودات كهد تكاهو زمن قم بودات كهد تكاهو صلاة ماثر اللينتا لفضلها درجة قبض خائي صلاة عصريت كهد المنا ما خسارت جراء عدم الوقوع على الصواب جل او فقد الحاصل من الخير جل الا الذين امنوا ورن من تبرت ملي وعملوا الصالحات امن تبرت ذنك اندلق ملي وتواصوا بالحق برته دلق اتديسومي حق توحيد سنقوان برته وليدام ملي وتواصوا بالصبر وليدام دعوة كيف ركوا وانجرتو دعوة كيف كعب سملي خسارة تجرا أجج أمنتي دين في براتون درقما تويد براتون درقما يوغو برات موت دلقون درقما اتدلقو بيجامي دعوة قدين نمك جيسون درقما اوغا دعوة جيسي جيسي نمك جيسو ركوا وان رفتو ابسقباتون ساتس درقما وان ابران كان نمن قبو خساران قبو تويد اسا براتي اتدلقى نميسان تيم برسيس قدي برسيس اوفسي وقراتي الله سبحانه وتعالى اعلم تفسير شيخ خنياخ شيخ موسى سؤالا خن حالا خن انكين داوي قوتو يسايو بربادن يوتيوب خيس سينون فرحان قسم سرچ قوتني داولور قدچو هنرافتنا ريحان ستديو